marker for dead. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثالثة من فيفا 23. مثل ما شفتوا في الحلقة الماضية تهورت بالدوري السعودي والحمد لله الأمور مستتبة للحين وحصلنا على الفوزين اللي نبيهم. مثل ما تشوفون هذه النقطة حاليا أنا بالوسط، إذا فزت مرتين راح أوصل إلى الديفيجن التاسع. طبعا إذا خسرت البار الأزرق هذا راح يرجع للعلم اللي قبله وراح نعفن في الديفيجن 10، ولكن بإذن الله راح نخلص منه اليوم. يا ساتر، الشعب كله يبي تجديد عقود. أهم شيء فرج هذا وينه؟ عطوه 20 مباراة وكذا خلصنا عقودهم بإذن الله. يا شباب في نهاية الحلقة هذه راح أجيب لاعبين. أفا حتى المدرب وين زابن أنت؟ مدرب إيطالي وتشكيلة يلا خذ لك، هذا برضه يفيدنا في التناقم، لكن عاد دور لي على مدرب سعودي الحين. المهم بإذن الله في نهاية هذه الحلقة يا شباب ناوي أجيب لي لاعبين راح نشوفهم بإذن الله. حاليا عندي المبلغ 25 تقريبا 25 ألف كوينز، فبإذن الله راح يكونون كافيين لتطوير التشكيلة الرئيسية اللي عندي، لأن أكيد الحين الشعب كلهم تطوروا. تركت اللعبة يوم واحد أحس الحين بجلس بحصل ميسي ضدي. ما شاء الله شفت تشكيلة فرنسية بحت مبابي خذ لك. أنا بعرف، أنا أحس أني الشخص الوحيد اليوتيوب كله اللي بدوا عندهم مبابي، ليه أنا ما جاني؟ والله مش فاهم. شهراني يا ولد شهراني. إيه حكمة فرنسية، كان حكم رجال. هذه أول مرة أشوف حكم رجال، بس أمورنا طيبة. بل أنت يا حكم جيبوا لنا الحكمة خلاص. جاك مبابي بس يبي يركب، يحسب انها فيفا ار1. تكفى مش تسلل، تكفى ما تضيع. اي الحمد لله، خفت شكيت انها تسلل. قول فاضي، قول فاضي. يا سلام 2-0. بيزعل والله، بيشخصونها الحين زي محمد في الحلقة الماضية. خلاص بنسحب، تكفى 3-0، اختصر علينا الموضوع يرحم والديك. سلم الجهاز يا اخوي، وش فيه يلعب هذا؟ هي اسرع 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 اسرع، حش لين بكرة. قدم حارس، خلاص 4 يا قلبي، هات الجهاز، فك الجهاز. لقيت في احد جنبه جالس يطقطق عليه ويرفع ضغطه. والله ما يفيدك مبابي لو تشوت. وحط هجوم كامل. يلا يا مبابي، اقول لك والله ما يفيدك. يلا مبابي، يبيه المبابي غصب. تكفى انقذني يا مبابي. سلل، لا ما يبتسلل، ما يبتسلل. لا ولا بلنتي بعد، خلاص أضمن لكم بعد هذا الهدف. أيوة يا سلام، والله ضبطها يا عيال. الله 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 الله، يا أخوي هذا شكله ما يعرف ينسحب، لازم تكرهه باللعبة عشان ينسحب. الأهداف أحسها لو جت 10. يا رب الحين نشوف خيار الخروج من المباراة. تكفى، شوف ها فورفيت ماتش او ما ادري الانسحاب شيء كذا. اذكر كان في خيار فيفا 13 تقريبا او 14، ان اذا صار لك ظرف وانشغلت بوسط المباراة يمديك تطلب العفو على المباراة شيء كذا، اذا كانت النتيجة 0-0 مثلا. فيجي خيار للخصم يقول له هل تقبل انك تسمح له الخروج من غير لا ينحسب لك فوز. ف هناك تشوف الروح الرياضية من جد، الشعب معرق ومش فاضي لك انت وانشغالاتك. اوه مبابي، شوف بيرجع له. والله شات صدمني. اهم شيء مبابي الحلفة حقي ما تروح. طفشت يا عيال، اقسم بالله طفشني، مش راضي يطلع.
ايوه اخيرا منتظر السبعة هو يحب السنة. باقي لنا فوز واحد يا عيال، فوز واحد نوصل الديفجن الجديد. اوكي الحين هذا ثلاثة فوز اهلني للجوائز الاسبوعية، واذا وصلت الثلاثة فوز الى خمسة فوز مثل ما تشوفون على اليمين راح تتطور الجوائز اللي راح تجينا الاسبوعية. الدوسري خلص عقده، ببدل الدوسري بدل هذا بندوزة، بس نجرب هالمباراة بإذن الله فوز. الحمد لله مثل ما تشوفون والله تشكيله لا باس تعطي. بينوس ايروس، ما هو بعربي هذا، شكل اسباني هذا، وباني لي تشكيله انجليزي. جي جي يا شباب، اشوفكم في المباراة اللي بعدها. هذا كم مباراة لعب عشان يجيب البلاوي المصايب اللي معه؟ احسه يبي يشوت، يقول خلنا اشوت من نص الملعب كذا واسجل الجول، ما عنده حارس بس ما يعرف ان المهارات هي كل شيء. الحين لازم تصدمه بالباصات، عرفت؟ تبين له انك لعيب. Dirk Kuyt starts with Jordan Henderson in the center of the pitch, and leading the attack today is Wayne Rooney. والله حتى وانت مهوش له. ابوي الباص من هذا، هذا اللي بغيت اجربه قبل شوي صح؟ وين الدوسري؟ بس كان لعبها زي الناس يا رجال. ديبالا مره واحده. يبي لي اسبوعين اجمع عشان اوصل للي وصله. تكفى. اوكي تسلل، الحمد لله انها تسلل الحمد لله. انا احافظ على هدوئي هذه المباراه لو تلاحظون يعني. هذا الفيديو مهم، بس هذه المباراه باذن الله ما راح تشوفون اي سبه كذا، يعني الامور طيبه عرفت. هذا تحدي بيني وبين نفسي. هذا تحدي ايش؟ بيني وبين نفسي. الامور طيبه، شوف جاب جول عوافي، يعني ايش صار؟ جاب بلنتي استهبال، عوافي ايش صار؟ عرفت؟ عوافي بلنتي ويسجله 1-0، ايش يعني؟ ايش صار في الدنيا؟ عرفت؟ ايوه عوافي، مو مشكلة، تشكيلتك اقوى مني بس سجل اهداف يعني معقولة يعني. يا رجل يا عزيزي الحكم، عزيزي الحكم، وين البنات اليوم يا عيال؟ والله العظيم وين البنات؟ انا اعتذر على وقوفي مع ابو فله في الموضوع هذا. وات ذا فك يا رجال، ايش اللي صار؟ عوافي يا رجال، عادي 2-0، ايش فيه؟ تكفى. في امل، هذا اللي دخلناه الحين استرجل شوي، اصطلب. الله يعطيك العافية. تكفى. يا اخي ليه ثقال يا عيال، اقسم بالله لاعبين ثقال. يوم تشوف سرعات لاعبينه. يلا بسم الله، ركز. هو سرعة طبعا، ارجع. هوش له. ايوه يا سلام عليك. الله يخرب بيت ابو. يا سلام. عادي يا رجال، ايش يعني ضاعت؟ ايش يعني الامور طيبة؟ الامور طيبة، لا تسب يا رجال. تتعوض صدقني تتعوض. بس انت هدي وهي ايش؟ تتعوض هدي وهي تتعوض. والله وهي تسلك يا عيال، اقسم بالله وهي تسلك. يا ربي الحين متنرفز الخصم. اوه يخلص الشوط والكره معه، بس 1 بوينت زياده كذا في النرفزه عرفت. الله 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 يا ولد، ايش في ما يمسك المدافعين؟ انا صادمني تركيزي على مدافعينه. سلطان الغنام happy to pass the ball but remaining patient. Oh this is looking promising. شوف ما يتحكم. ابلع يا شيخ ابلع. ما ادري ليه ما يمسك مدافعينه، معتمد على الكمبيوتر.
تكفى. يا سلام 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 يا سلام. اسمه ايمو اي محمد، هذا شكله هو نفسه محمد حق امس. يلا يا محمد تشرف، تكفى شرفنا يا محمد، شرفنا، خلنا نستانس بالديفجن الجديد. ايش يعني بتحط 10 هجوم؟ طيب This game will close in 29 minutes. هو كاتب لي 29 دقيقة يعني. منتظر لعشر ساعات تخلص عشان اشتري اللعبة. تحليل حبيبي تحليل. وش رايكم اشتريها ولا خلاص نوقف هنا؟ طلع روني يا عيال. ايش ما يبي تعبه؟ دخل مبابي. استغفر الله العظيم تبارك. والله ما زال يعني حاط امل في المباراة. يلا بس. خلاص يا اخوي ذلوا اهلي فضيحة. جالس اصور يا عيال يقولون باقي 30 دقيقة خلص وقتك في فيفا. الله 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 فنقر عينه تكفى، مش راضي تسلك بالثامن. جيجي يا مسخرة. هذا اللي بدك تقولها جيجي وبدك تطيح فيه. والله يا عيال تشكيلته مرة قوية، روني مبابي فاتي ديبالا توريه هندرسون سيلف يا رجل، والحارس بعد ديخية يعني ما خلى شيء، واللي بدلهم حتى يا سلام ضرب اثنين، جاني ضرب اثنين لأن ثلاثة فوز ورا بعض، فبدأ يوصلني للديفجن 9-9 والتشيك بوينت اللي بعده عرفت. حلوين، هذا 4 من 8 اللي هو 8 اللي هو الفوز مكافآت عالية. الحين معانا 28 تقريبا 29,000. الحين يا عيال الخطة كالتالي، عطنا ترانسفر ماركت على السريع، اللاعب اللي في بالي اني اشتريه فريد سعره تقريبا 3000، حولها 3200 يمكن. حلو، وخيسوس هذا سعره يا سلمكم الله 22 تقريبا، حولها 22-20. هذا اللي في بالي، راح اشتري اللعبة واشتريهم بالكوينز اللي عندي وبنتظر اقتراحاتكم. التشكيلة السعودية هذه راح اكمل فيها على بال ما ادخل لي اقل شيء 4 في التشكيلة الرئيسية هذه اللي تشوفونها. تشكيلة جدا سيئة ولا عندي لاعب معتمد عليه غير يمكن ناشو افضل واحد فيهم، والمصيبة ان اسباني لابد اني ابدله. فانا الحين اخترت المهاجم واخترت السي ام بلعبه السي دي ام مكان هذا او مكان هذا على اليمين. اذا عندكم اي اقتراحات افضل من هذه يا ريت تخبروني، او اضافة يعني كلاعبين ثانيين في الدفاع مثلا او الار ام ال ام. شكر خاص للمنتسبين القناة، وشكر موصول لكم من دعمني بلايك كومنت، لا تنسى الاشتراك اذا ما كنت مشترك، ونراكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.